السلام عليكم يا حبايبي، واهلا وسهلا بيكم. رمضان كريم ان شاء الله باذن الله، وصوم مقبولا وافطارا شهيا. ايه رايكم بقى في حلقه النهارده وبتاعه عبد الله بالخير؟ بصراحه كانت حلقه جميله جدا، وكانت حلقه مميزه، ومعظم الناس بصراحه اعجبوا بيها جدا. معظم الناس قالوا ان هي كانت حلقه جميله جدا، حلقه مشوقه وحلقه حلوه، غير كل طبعا الحلقات اللي فاتت بصراحه. كان وكمان كان الراجل كمان دمه خفيف كده، وكان عمال بيضحك على طول. بصراحة كان دمه خفيف جدا. كانت حلقة حلوة بصراحة يا حبايبي، وكانت حلقة مشوقة وجميلة. هستنى اسمع رأيكم في حلقة عبدالله أبو الخير. حلوة عجبتكم، شفتوها او ما شفتوهاش؟ وياريت اللي شافها برضو يقول لي كده في التعليقات، كانت حلقة فعلا حلوة ومشوقة، ولا كانت حلقة عادية زي بقية الحلقات اللي هي التانية؟ هستنى طبعا اسمع رأيكم في قسم التعليقات، ومتنسوناش بقى كده في لايكات وشير وسبسكرايب. بصراحه كانت حلقه النهارده بصراحه جميله جدا جدا، وبدليل كده ان طبعا عبد الله بالخير واخد الترند حاليا، عشان كده طبعا كانت حلقته جميله جدا. وهستنى اسمع رايكم، يا ريت طبعا اللي ما شافهاش يشوفها ويتفرج عليها ويقول لي رايه فيها. ماشي يا حبايبي، ومتنسوناش بقى في لايكات وشير وسبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد ان شاء الله على قناه عالم منوعات. واتمنى يا رب تكون القناه بتفيدكم ان شاء الله باذن الله بكل جديد وكل متميز. اشوفكم على خير يا رب، مع السلامه.